ينضم معنا مراسل التغيير من البصرة مصطفى الشمري. أهلا بك مصطفى. دعوات من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر لاستقبال النازحين من لبنان، وذلك بسبب تصاعد الصراع، وأيضا دعوات لأصحاب المواكب لفتح مواكبهم واستقبال اللبنانيين لتقديم مختلف أشكال الدعم، فتفاصيل هذه الدعوة. نعم، ربما هنالك دعوات كبيرة لنصرة الشعب اللبناني، خاصة في الأحداث الراهنة التي حصلت يعني في الأيام السابقة، الانفجارات المتتالية على لبنان وعلى مواطنين، قد أصابت العديد من المواطنين وهنالك استهداف كبير للبنان. اليوم ما حصل، واليوم هناك دعوات من الحكومة العراقية وحتى من يعني بعض القوى الشيعيه في العراق، متمثله بالسيد مقتدى الصدر. هو قد اعلن ان يكون هنالك رفع للاعلام العراقيه والاعلام اللبنانيه نصره الى الشعب اللبناني الشقيق لما يتعرض له من ضربات ومن هجمات. بالنتيجه هذه الدعوات هي كانت مع دعوات سابقه لنصره القضيه الفلسطينيه منذ بدء الحرب على غزه. بالنتيجه اليوم سوف تكون هنالك وقفه كبيره جدا لتعليق الاعلام العراقيه والاعلام اللبنانيه وحتى الاعلام الفلسطينيه على مباني البنايات في مدينه البصره وحتى على الجسور في وسط مدينه البصره، بحمله كبيره جدا لنصره الشعب اللبناني في هذه المحنه المهمه. ايضا على صعيد اخر هنالك انطلقت الكثير من المساعدات وجمع المساعدات في مدينة البصرة من قبل بعض المواكب الحسينية وبعض الأهالي وميسيرو الحال من التبرع بالمال والمواد الغذائية والمعدات، وهذه وجميع هذه المواد سوف ترسل إلى لبنان من أجل إغاثة الشعب اللبناني وما يتعرض له من قصفات ومن قصف ومن هجمات كبيرة جدا تشن عليه من قبل إسرائيل. بالنتيجة اليوم جميع هذه الدعوات، المؤتمرات، الوقفات التي تساند القضية اللبنانية هي ليست بجديدة على العراق، ففي السابق كان في بأول انطلاق الحرب على غزة قد انطلقت الكثير من الحملات المساعدات لنصرة غزة، واليوم أيضا هذه تتكرر مع لبنان. وبالنتيجة اليوم هذه الدعوات هي من أجل نصرة الشعب اللبناني، وأنها هنالك دعم كبير من قبل الحكومة العراقية بمساندة الشعب اللبناني والوقوف معه في هذه الأزمة. نعم، طيب مصطفى، هل بدأت بالفعل بعد هذه الدعوة عملية جمع التبرعات والمواد الإغاثية والطبية لمساندة الأهل في لبنان؟ نعم زميلتي، يعني في مدينة البصرة قد انطلقت هذه الحملات، حملات الإغاثة وجمع التبرعات في مناطق مختلفة، يعني هنالك في منطقة القبلة وفي وسط البصرة هنالك جمع تبرعات كبيرة، إن كان على مستوى المؤونة، على مستوى المستلزمات الطبية وحتى على مستوى الأموال. هنالك استنفار كبير من قبل، ربما يعني هنالك تحدثنا مع نقابة أطباء البصرة، نعم هم مستعدون لأن يقوموا بتعزيز الكوادر الطبية اللبنانية هنالك وإغاثة الأشخاص الجرحى. أيضا هنالك يعني دعوة من قبل السيد محافظ البصرة قبل يوم من الآن، قد أطلق دعوة هنا أنه مستشفيات محافظة البصرة مستعدة لعلاج كافة الرعاية لكافة المواطنين اللبنانيين في مدينة البصرة وحتى نقلهم وعملية نقلهم من وإلى لبنان تتكفل وتتحمل حكومة البصرة المحلية بمسألة العلاج ومسألة نقلهم إلى محافظة البصرة. بالنتيجة اليوم الكل يتضامن مع الشعب اللبناني وما يتعرض له المواطنون في لبنان، كون اليوم القضية ليست قضية لبنان فقط بل قضية وطنية وقضية عربية، ويجب على الجميع أن يتكاتف من أجل نصرة هذه القضية، وبالنتيجة الكل تتمحور هذه المسائل تحت قضية فلسطين، وهنالك من لغاية الآن من يساند فلسطين ومن ينصر هذه القضية المهمة وينصر شعب فلسطين من في جميع الأصعدة حتى على مستوى ذا تحدثنا على مستوى لبنان على سوريا وكافة الدول المجاورة. نعم، تحدثت لي مصطفى عن طبيعة الدعم، ولكن كيف هو التنسيق وشكل التناسق ما بين الأجهزة المعنية بهذا الدعم المقدم إلى الشعب اللبناني وطبيعة أيضا عمل كل جهة على حدة من أجل أن تخرج بهذا الدعم الذي سيصل إلى الشعب اللبناني الشقيق؟ يعني زميلتي، إذا نتحدث عن الجهات التي
تقوم بدعم القضية اللبنانية ودعم المواطنين في لبنان. يعني الكل يتفق أنه الجميع يقف يدا واحدة بمساعدة الشعب اللبناني بمختلف الأصناف، بمختلف حتى على مستوى السياسيين، حتى على مستوى القوى السياسية المتواجدة في العراق وفي مدينة البصرة بالتحديد. ليس فقط في البصرة هنالك حملة لجمع التبرعات، بل في عموم العراق من جميع هذه الأمور التي سوف يتم تجميعها ويتم يعني جمعها من أجل مساعدة الشعب اللبناني جميعا تحت رعاية الدولة العراقية، لأن اليوم كما نعلم أنه الدولة العراقية هي مهتمة بالشأن اللبناني بصورة كبيرة جدا، وخاصة يعني هنالك مساعي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بأن قد أعطى مبادرة بخصوص موضوع تخفيض يعني تجديد الإقامة الخاصة بالأشخاص اللبنانيين المتواجدين في الأراضي العراقية لمدة شهر كامل، وأيضا رفع الغرامات المالية عن المخالفين الذين هم متواجدين في الأراضي العراقية. بالنتيجة جميع هذه الخطوات هي من أجل دعم ومساندة الشعب اللبناني، وأنا باعتقادي هنالك الجميع سواسية، إن كان على مستوى فصائل، على مستوى مواطنين، حتى على مستوى الدولة العراقية، الكل تحت هدف واحد هو مساعدة الشعب اللبناني في هذه الأزمة والمحنة التي يمر بها والتي الكل يتمنى أن تعبر وتمر هذه المحنة بسلام.